يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بفهم السلف؟ نعم، يقول ما المقصود بفهم السلف للنصوص؟ واضح، مقصود أن السلف رحمهم الله فهموا النصوص على مراد الله ومراد رسوله، وفهموها على حسب ما ورد في القرآن من تفسير القرآن بعضه لبعض، أو ما ورد في السنة من تفسير القرآن، أو ما ورد من تفسير الصحابة. ففهم السلف مبني على أصول، على هذه الأصول، هذا فهم السلف مبني على هذه الأصول. نعم، ليس مبنيا على الفكر كما يقول المفكرون، لا، مبني على أصول. نعم.